كريم مشاهدين الاعزاء عشاقي الاصالة والتراث، هكذا نستمر في انطلاقات اشواط صباحية هذا اليوم ومعترك سن الثنايا لابناء القبائل، فتهانينا والناموس لكل من حظى على شرف الفوز والانتصار في صباحية هذا اليوم، حيث يسير وينطلق شوط جديد من اشواط الخير والبركة، وشوطنا التاسع الذي يضم نخبة من الابكار المحليات الاصايل، واول الاشواط المفتوحة في انطلاقات صباحي هذا اليوم عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة دبي ريسنج وقناة يأس الرياضية والقنوات الناقلة لهذا الحدث الهام والكبير في ختامي المرموم السنوي الكبير لعام 2023 ليأتي في هذا الموسم. أسير إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة الأولى، وعلى مقدمة الشوط هذه وفاء لأحمد بن سعيد بن دري الفلاحي من تقدمت إلى المركز الأول والصدارة الأولى، بينما النقل مباشرة إلى المركز الثاني هناك شعار الزعيري على ما أعتقد يتقدم على المركز الثاني من الجانب الآخر ليقدم لنا أثير خليفة بن عابد الهزيم بن محمد المسافري، نعم اللي منطلقه على مستوى المركز الثاني، بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث وهذه الداير لمحمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي شعار الصعب، وتقدمت على المركز الرابع هذه الوسمية لسعيد بن منانة بن غدير الاكتبي راعي صفيره متواجدا على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس هذه منحاف لسيف بن بسفر بن راشد العميمي يأتي على مستوى المركز الخامس، بينما نقلتنا إلى المركز السادس ليتابع القادم إنجاز محمد بن عتيج بن زيتون المهيري من يعلن تواجده على المركز السادس، بينما في المركز السابع وبالمركز السابع عندنا اللي هي مياسه محمد بن راشد بن عبيد الاكتبي تقدمت الى المركز السابع، بينما ننتقل الى المركز الثامن وهذه لام منحاف ناصر بن يوعان بن خلفان الشامسي يتقدم على مستوى المركز الثامن، بينما في المركز التاسع هذه تقدمت سدره لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي يأتي هذا الشعار من دولة قطر الشقيقة، بينما ناخذ اللي على المركز العاشر وهذه هي الآن هملولة منصور بن صالح بن هزيم المزروعي يتقدم على المركز العاشر، هذه هي النتيجة والنضال العشر المراكز الأولى مع هذه المسافة الماراثونية مسافة 8 كيلومترات في معترك الثنايا في هذا اليوم، وكمية هائلة من الأسماء من الشعارات المشرفة لأرضية ميدان المرموم الغادمة من شتى ميادين الدولة وخارج أراضي ميادين الدولة للمشاركة هذا العرس الخليجي الكبير، الكل يطمح بالإنجاز في أرضية ميدان المرموم وختامي المرموم. عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة إلى المركز الأول، وهناك اللي على مقدمة الشوط هذه الداير الداير لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان صعب المضمرين يأتي بانطلاقته على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول
في هذه اللحظات على مقدمة الشوط الصعب بينما في المركز الثاني وفي المركز الثاني أتابع اللي غادم أثير خليفة بن هزيم بن محمد المسافري يتقدم على مستوى المركز الثاني بينما الجري يأتي الجري ليقدم لنا وفاء أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي يتقدم على مستوى المركز الثالث ليأتي الجري ليبحث عن النقطة الثمينة في ختامي المرموم يتقدم بينما نتابع على المركز الرابع الوسمية الوسمية بنت الوسمي هذه بنت الوسمي تتقدم في هذه اللحظات مع سعيد بن منانة بن قدير الاكتبي روح يا ابو سالم روح بحضورك ومتابعتك الان من خلال هذا التقدم الان الجماهير تطالب هذا الشعار بانجازاته كما اعتاد على مسيرته الحافله بالانجازات يذكرنا بكثير والكثير بحرير وخوف والعديد من الاسماء التي حملها هذا الشعار الكبير بينما ناخذ اللي على المركز الخامس ولا هناك نعم المركز الخامس هذه منصورة محمد بن حماد بن سالم الاكتبية يأتي على المركز الخامس بينما المركز السادس تابع هنا الغادمة في هذه اللحظة وصلت أيها الأخوة الكرام وتحرك الطب لمحمد بن سالم بن محمد المري يتقدم على المركز السادس بينما في سابع المراكز وصلت الآن هذه سدرة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي من دولة قطر يبحث عن الإنجاز المشرف بينما في المركز الثامن وهذه تحركت إلى منحاف ناصر بن يعان بخلفان الشامسي وتاسعا أوصلت إنجاز محمد بن عتيج بن زيتون المهيري المهيري بينما في عاشر المراكز هذه مشاهدين الأعزاء تحركت هناك منحاف سيف مسفر بن راشد العميمي هذه مراكزنا وندائنا الثاني للعشر المراكز الأولى لتعادل لمنطقة حزام الغابات اللي نذكر بها كل المضمرين والمتابعين لانطلاقات هذا الصباح وانطلاقات هذا الشوط بالذات عودة إلى مقدمة الشوط عودة إلى الصدارة الأولى إلى طب اللي على المقدمة طب اللي على الصدارة الأولى تأتي لمحمد بن سالم بن محمد المري على مقدمة الشوط على الصدارة الأولى روح يا المري وركز مع الانطلاق ركز وخل التركيز عالي بل هناك مسافة متبقية يبدو أن 3 كيلومترات يا أبو حمد إذا صح التعبير بينما ناخذ اللي على المركز الثاني وأتابع اللي غادمة منصورة محمد بن حماد بن سالم الاكتبية يأتينا ليغير إلى مقدمة الشوط غير بينما الوسمية الوسمية سعيد بن منانة بن قدير الاكتبي بينما وفى قادمة لأحمد بن سعيد بن دري الفلاحي يتقدم بينما السدرة قادمة لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي وهناك واصل اسماء واصل شعار العميمي يتقدم ولا هناك ملحاف ناصر بن يعان بخلفان الشامسي واصل له وشعار بن مسفر العميمي والشعارات اللي غادمة سيل جارف من الأسامي القوية اللي تحركت إلى اللي تبحث عن الإنجاز بينما نتابع اللي غادمة ملحاف أحمود بن عبد الله بن سالم اليحافية يأتينا في هذه الانطلاقة بينما طب هناك على المركز السابع نعم طب لمحمد بن سالم المري بينما شعار صعب المضمرين ليقدم لنا على المركز التاسع نعم تقدمت الهداير
محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان بين باب الهزيم يأتي على المركز العاشر. هذه المراكز الأولى، هذه التحديات، لكن اختلط الحظ بالنابل مع مقدمات الشوط مع الصدارة الأولى رباعية على مقدمة الشوط والهدافي مع السدرة. السدرة هل تغادر بالسلام إلى الدوحة؟ إلى الدوحة وإلى الشحانية. الله، يا سلام يا سلام على السدرة. السدرة حمد بن غانم بن سلطان الهدافي وحمود الوهيبي اللي تابعها في عملية التضمير، بينما هناك غيرت منصور محمد بن حماد بن سالم الاكتبي والوسمية. الوسمية يقولون بانها راعية الشوط، راعية الشوط قادمة. الوسمية سعيد بن بنان بن قدير الاكتبي، الجماهير تترقب الوسمية. بنت الهرشة، بنت الهرشة تتقدم الآن في هذه اللحظة في هذه الانطلاقة المثيرة، بينما العميمي واصل له. العميمي سيف بن مسفر، العميمي والكيلو الأخير، الكيلو الأخير أيها الأخوة. المضمرين وصل الآن، هناك راغب للي قادمه اللي واصل هذه من حافة، أحمود بن عبد الله بن سالم اليحافي، ولكن منصور، منصور، منصور والوسمية، منصور والوسمية، منصور الآن. الوسمية، الوسمية بدأت تغادركم. الوسمية بدأت تغادر الوسمية. سعيد بن مرار بن قدير الاكتبي، روح يا أبو سالم، روح روح وحرك الوسمية. حركوها 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 وانطلقت الوسمية. سعيد بن بنان بن قدير الاكتبي الى زعبيل، الى زعبيل، ولا من حاب لديه راي اخر. احمود بن عبد الله بن سالم اللي حافي، وهناك من حاف سيب بن مسفر بن راشد العميمي. الوسمية، الوسمية، سلالة الوسمي ما تضيع، ما تضيع الا بالفوز. سلام يا زعبيل، سلام يا زعبيل، وهي مشرية من المزاد، من المزاد الشخصي. سلام يا بن منانة، سلام، سلام يا راعي خوف، سلام يا راعي حرير، مشكور مشكور يا ابو سالم، مشكور. سلام الى زعبيل، سلام، تهانينا لسعيد بن منانة بن قدير الكتبي، مشكور يا راعي صفيرة. المركز الثاني وصلت اللي هي من حاب حمود بن عبد الله بن سالم اليحافي، والمركز الثالث كان الوصول من السدرة لسلطان بن غانم الهديفي، وفي حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. المركز الرابع وصلت اللي من حاف لسيب بن مسفر بن راشد العميمي. المركز الخامس كان الوصول من منصور محمد بن حماد بن سالم الاكتبي. هذه النتيجة، توقيت الزمني 12 دقيقة 32 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية. بطلة هذا الشوط الوسمية لسعيد بن منانة بن قدير الاكتبي، مشكور يا ابو سالم، مشكور. المركز الثاني وصلت مشاهدين الاعزاء من حاف توقيت الزمني 12 دقيقة 32 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك من حاف حمود بن عبد الله بن سالم اليحافي. المركز الثالث السدرة توقيت الزمني 12 دقيقة 32 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي، تهانينا للجميع.